ما بتردش عليا، عمالك كنسل. طالما بتكنسل تبقى كويسه، هي بتدل عليك بس شويه، هتظهر هتروح فين؟ انا هتجنن، انا قلبت عليها كل حته كانها فص ملح وداد. بس ما دورتش عليها في اهم مكان. اهم مكان اللي هو ايه يعني؟ واللي وديها تيلو رشدي؟ الشيطان بقى بيصطاد في الماء العكرة. اتجننت ولا ايه؟ في ايه؟ يعني انا غلطانه عشان مش عايزاك تفضل نايم على ودانك وتعرف العلاقه اللي بين رشدي وصوره. انت مش بتقولي ان رشدي على علاقه بواحده مرتبط بيها؟ لا، ما دي اللعبه اللي لعبوها علينا. يعني ايه؟ يعني صوره دلوقتي في الاتيليه عند رشدي وبايته عنده من امبارح. لو مش مصدقني روح اتاكد بنفسك. سولا مش هينفع اللي انت بتعمليه في نفسك ده. اهدي اهدي وكل حاجه هتحصل زي ما انت عايزه. قلقانة على هشام قوي ومتلخبطه مش عارفه اعمل ايه، انا هتجنن. طب ليه كل ده؟ كل ما بفتح التليفون بلاقيه مكلمني كتير، اكيد بيدور عليا وقلقان يا حبيبي، وانا مش هين عليا اسيبه كده وفي نفس الوقت مش عارفه اكلمه. ما هو مش هينفع برضه يا سولا، لازم تكلميه، لازم تكلميه وتطمنيه عليكي. ايوه انا عايزه اعمل كده بس مش عارفه هقول له كنت بايته فين ومع مين. قولي له اي حاجه يا سولا، قولي له انك بايته عند واحده صاحبتك، بايته في فندق، هو مش هيدور وراكي. لا لا اكيد هيدور، انت ما تعرفوش زيي. طب اهدي اهدي بس. هشام استنى بس، رايح فين؟ بالوعى تعمل ايه؟ تعملي ايه؟ هشرح لك. تشرح ايه؟ هشرح لك. استنى استنى اشرح لك. ما تفهمش غلط بس. انا قلبي وجعني عليك وانت ما عندكش. هشام هشام اسمع بس. اسمع. خليني اشرح لك بس. تشرح ايه؟ انا وسولا متجوزين. يا هشام يا هشام. استنى استنى استنى. سولا بالراحة 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 بالراحة. Watch it.